متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم ومساءكم بكل خير وصحة. هذا آخر التحديثات الخاصة بالمنخفض الجوي الذي يؤثر حاليا على المملكة وسائر المنطقة. نبدأ معكم باستعراض آخر صور الأقمار الصناعية والتي ترصد حركة السحب المباشرة بشكل خاص لدينا هنا في طقس العرب. نلاحظ معكم تحرك مركز هذا المنخفض الجوي من شمال الأراضي السورية نحو شمال دولة العراق خلال الساعات القليلة الماضية، وبالتالي السحب الممطرة المرافقة للفعالية الجوية الرئيسية المتابعة لهذا المنخفض الجوي قد تحركت نحو الشرق مبتعدة عن سماء المملكة، لكن نلاحظ معكم بعض السحب المتوسطة والمنخفضة، بعضها من النوع الممطر متواجدة داخل الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وهي في طريقها نحو الشرق خلال الساعات القليلة القادمة وخلال يومي الأحد والاثنين بيتزامن مع وجود لكتلة هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة متموضعة حاليا على الأراضي التركية تتحرك نحو الجنوب الشرقي خلال الساعات القليلة القادمة وستبلغ مناطق في ذروتها مناطق بادية بلاد الشام إضافة إلى العراق وشرق سوريا على وجه الخصوص مع بعض الامتداد بشكل غير مباشر نحو المملكة. ننتقل معكم الآن إلى الزميل الأستاذ عامر متواجد حاليا في مناطق غرب العاصمة عمان للحديث حول حالة الطقس حاليا في عمان. مساء الخير. مساء النور دكتور أيمن، يعطيكم العافية. هناك كما تلاحظون في غرب العاصمة عمان أجواء باردة ماطرة، بداية تساقط أمطار من جديد هنا في هذه اللحظات، وتساقط البرد هنا في غرب عمان في منطقة الصباح تحديدا اشتداد واضح على سرعة الرياح منذ صباح اليوم وحتى اللحظة، رياح شديدة هنا تعصف المنطقة وأجواء باردة جدا، ونتمنى السلام للجميع. هذا كان كل ما لدينا حتى اللحظة، وعودة لك دكتور أيمن في استديوهاتنا في طقس العرب. نعم، شكرا جزيلا لك على هذا النقل المباشر. بالفعل أجواء شديدة البرودة مترافقة بهبوب رياح نشطة هو العنوان الأبرز الرئيسي لهذه الليلة في العاصمة عمان والعديد من مناطق شمال ووسط المملكة. ننتقل معكم الآن نختتم مع كميات الأمطار الواردة لدينا حتى الساعة الخامسة من مساء هذا اليوم بحسب محطات طقس العرب المنتشرة في المملكة. العاصمة عمان حققت كميات أمطار تقريبا ما بين 45 إلى 62 ملم في مناطق عديدة في العاصمة، وهي كميات أمطار ممتازة ولله الحمد استكمال للموسم المطري القوي حتى اللحظة. المناطق الشمالية تراوحت ما بين 40 حتى بداية 60 ملم في مناطق عدة، لا سيما في مرتفعات جرش وعجلون، مدينة مادبة تقريبا 33 ملم، كذلك الحال مرتفعات البلقاء أيضا تجاوزت حاجز 60 ملم. مرتفعات المنطقة الجنوبية بدأت الأمطار مع ساعات مساء هذا اليوم بالهطول في مرتفعات الكرك، مثلا سجلت محطتنا في منطقة الكرك بحدود 10 ملم في حين كانت كميات الأمطار متواضعة في منطقة الطفيلة، كذلك حال جبال الشرى تقريبا بحدود 1 إلى 3 مليمترات، في حين لم تسجل محطتنا في العقبة كذلك الحال في مدينة معان أي هطولات مهمة في تلك المناطق، في حين سجلت محطتنا في منطقة الرويشة تقريبا 1 مليمتر. كان كل ذلك حتى اللحظة للقاء.